قالت سوريا إن المعركة ضد الإرهاب قد انتهت تقريبا. في كلمات هي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الحكومة السورية ستحرر الأراضي السورية من جميع القوات الأجنبية غير الشرعية. وعلى عكس رهانات وأمنيات البعض، ها نحن اليوم بعد أكثر من 7 سنوات من هذه الحرب القذرة على بلادنا نعلن للعالم بأن الوضع على الأرض قد أمسى أكثر أمنا واستقرارا، وأن معركتنا ضد الإرهاب قد شارفت على الانتهاء بفضل عن الإرهاب من معظم الأراضي السورية. كل سوري تشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية.